بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، طلاب الغاليين أهلا بيكم. طبعا شايفين قدامكم الكتاب ده اسمه A1 Capsules، كبسولات كده من كتاب A1 بنزلها كل سنة. السنة اللي فاتت كان في توفيق فظيع في الكتاب ده، وكان في أسئلة كتير في الامتحان أفكارها موجودة في الملخص ده، فعشان كده أنا حبيت أن أبدأ معاكم بيه. هل هو ده الوحيد اللي هيحله معاك؟ ولا أوعدك إن إحنا كل يوم هننزل فيديو إن شاء الله هنخلص الكبسولة دي. تقريبا كتاب أسباير او بروفيشنال، يعني حد من دول بنزل برضو كبسوله هجيبها واحلها معاك، بس المطلوب من حضرتك انك انت تدعمني زي ما انا بقطع من وقتي كده، فحضرتك معلش كلف نفسك. الكتاب ده عباره عن ايه؟ عباره عن عرض الكلمات كل ثلاث وحدات مع بعض. اول ثلاث وحدات مثلا جايب 117 سؤال اللي حضرتك هتسمعهم دلوقتي، وبعدين حروف الجر والتعبيرات بتاعت كل ست وحدات مع بعض، واهم كلمات المنهج ومعناها وعكسها والحوار ده، وقواعد المنهج مقسمه الموضوعات، وقواعد تراكميه ورايتنج سكيلز وترجمه وقصه وشخصياتها وامتحانات شامله في الاخر. القصه دي كلها كده ان شاء الله نحلها بامر الله، وهنعمل كل يوم فيديو. انا عايزك وانت بتذاكر، اليومين دول عارفك بطلت الدروس وقاعد، وانا كمان برضو الدنيا بدات تخف معايا، ففي وقت فراغ هبدا استغله معاك. وعايزك تعرف انني قسما بالله سايب مذاكرتي عشان ادعمك، فحاول تدعم معانا كده وتشتغل معانا وتبقى حد شاطر ومتفوق. الكتاب ده يعني ماهيته كالتالي: اول وحده، الاولى والثانيه والثالثه زي ما انت شايف قدامك اهو، يونت 1 و 2 3، جايب لك الكلمات المهمه. قبل ما تحل ابدا راجع الكلمات دي الاول سريعا. بعد الكلمات جايب لك الاسئله زي ما انت حضرتك شايف كده. انا طبعا سجلت الجزئيه دي بعد ما خلصت، شايف كام صفحه اهو، وكل كلمه بالتفصيص الفظيع انا عملتها. الجزئيه اللي انا لخصت فيها دي او الاسئله اللي انا حللها دي هنزلها لك برده في الوصف، يعني هتلاقيني الجزء اللي انا حليته ده موجود في الوصف ان شاء الله. فادعمني وانا هدعمك، ونكمل مع بعض وننجح مع بعض ان شاء الله رب العالمين. اتمنى لكم التوفيق، ويلا يا باشا على الاسئله. بسم الله. بسم الله. ده اول فيديوهات حل الـ A1 capsules. السؤال الاولاني بيقول لك: unless a new node is found to control traffic we will never find a solution to the dilemma. بيقول لك لو لم يجدوا ايه جديده لحل او التحكم في مشكله المرور، اعرف ان كلمه ترافيك دي اسم مفرد لا يعد. We will never find a solution to، والمصطلح ده على بعضه كده find a solution to يعني يجد حلا لي. This dilemma يعني هذه الظاهرة. طيب curriculum معناها منهج، respect معناها يحترم واحترام، approach يعني طريقة او اسلوب او نمط، و altitude دي معناها ارتفاع. خد بالك دي تختلف عن كلمة attitude اللي انت عارفها اللي معناها رأي او مايل او نزعة. A note is a serious newspaper that is printed on large piece of paper، بتطبع على ورق كبير جدا. دي مين يا ترى؟ وقال لك سيريس كمان. بروتشيت اللي هي الصحف الرسميه القوميه يعني، مجازين المجله، برودكاست اللي هي النشره وكده، وتابلويد اللي هي الصحف الشعبيه. طبعا اللي فيها اخبار جاده يبقى دي بروتشيت. اللي بعدها بقى تابلويد نيوز بيبرز اوفن فوكس اون سنسيشنال اور نوت ستوريز، بيقول لك ان التابلويد بتركز على الاخبار اللي لها علاقه بالمشاعر والعواطف وكده، او القصص بتاعت مين؟ بابليك العامه لا، اوبيسيتي اللي هي السمنه لا، سيلبرتي المشاهير، ونسيتي الضروره. طبعا هي بتركز على اخبار المشاهير، فطبعا سيلبرتي. At the top of a tabloid newspaper story there is usually ايه؟ بيقول لك دايما في قمه التابلويد نيوز بيبر دايما بيكون في ايه؟ A question سؤال لا، A photo صوره Your name اسمك لا، هيدلاين عنوان لا، بيكون في قمتها دايما في صوره، ما هي اصلا بتاعه صور. طيب رقم خمسه: A newspaper has small pages and large photos، فيها صور كبيره، اعرف ان تابلويد ما دام فيها صور اكبر يبقى تابلويد. اللي بتركز على الصور والمشاهير والسنسيشنال اعرف ان تابلويد، لكن سيريس نيوز اعرف ان دي اسمها بروتشيت على طول. طيب رقم سته: The most recent major was an explosion at an oil refinery، كان في انفجار في اويل ريفاينري، في مصنع تكرير بترول. ده كان اكتر ايجاز وكيجن مناسبه، فيستيفال مهرجان، اورجنايزيشن منظمه، لكن انسيدنت يعني حادث. خد بالك دي جمل ثانويه عامه. خد بالك ان اكسبلوجن دي معناها انفجار ومعناها زياده، فلما نقول مثلا بوبوليشن اكسبلوجن اللي هو زياده السكان اللي هو انفجار سكاني، بوبوليشن اكسبلوجن ان برايسز معناها انفجار في الاسعار، زياده في الاسعار، اكسبلوجن ان رايتنج ستايلز يعني زياده في انماط الكتابه. He gets very annoyed if he has to wait for anything. هو بينفعل بسرعه، بيبقى بيزعل بسرعه لو هو اضطر ان هو ينتظر لاي شيء. ده معناها ان هو ايه؟ اللي بيزعل بسرعه ده معناه انه جرامبي. فين جرامبي هنا يا باشا؟ ما فيش جرامبي، ما عندك impatient يعني غير صبور. وبالمناسبه بقى ينفع هنا نقول جرامبي اللي هو متذمر، وirritable برضه شريع الغضب، illegal يعني غير قانوني، interpersonal اللي هو اللي بين الافراد، تفاعل بين الافراد، sociable يعني اجتماعي. He has an assignment to do، عنده واجب لازم يعمله النهارده. He has to finish this on time.
لازم ينتهي من هذه الايه في الوقت المحدد. اكيد الواجب ده يبقى تاسك المهمه، بس يعني غرض الدرافت اللي هي المسوده، ورسبي اللي هي وصفه الطعام. سم درايفرز هاف اسات ناف سيستم، بعض السائقين عندهم نظام الملاحه بالقمر الصناعي في عربياتهم، تو هيلب ذم فايند زير بيست، عشان تساعدهم في ان هم يجدوا افضل مسار، افضل طريق. يبقى روت اللي معناها مسار، طبعا الروتين اللي هو الروتين اللي انت عارفه، وده بيختلف عن كلمه ريد تيب لانك هتلاقيها غالبا في الاختيارات. ريد تيب ده الروتين الحكومي، لو انت راح تعمل حاجه في مصلحه حكوميه ففي ريد تيب بيخنقك، روتين بيخنقك. روت اللي هي الجذور بتاعت الشجره وكده يعني. معناها كمان واحده اللي هي الراوت دي اللي هي الشغب وكده والمظاهرات والقصص دي، معناها شغب. شي استيميتد يعني هي قدرت، ذا نوت اوف بيلدينج ا نيو فيلا، هي بتقدر الايه لبناء فيلا جديده. كوست دي معناها ساحل، ركز. بوست اللي بالايه معناها يتباهى او يتفاخر. طب امال بوست دي معناها ايه؟ يعزز من، زي انهانس. طب كوست التكلفه، هي قدرت تكلفه بناء فيلا جديده. اي ثينك وي ويل فايند لايف اون اذر نوت، اعتقد ان احنا هنلاقي حياه على الايه الاخرى، اكيد الكواكب الاخرى. يبقى بلانتس، بلانز دي الخطط، بلانز الطائرات، وبلين اللي هو ساده يعني زي البسكوت الساده وكده. It took him 2 weeks to recover from the surgical A. قبل ما احل بس عايزك تفتكر معايا كلمة recover دي معناها يتغلب على او يشفى من، زي كلمة get over كده. الموضوع استغرق معاه اسبوعين عشان يشفى من السيرجيكال الايه الجراحية، اكيد العملية الجراحية اسمها operation. surgical operation عملية جراحية، اما البروسيس اي عملية في الدنيا غير العملية العسكرية، غير عملية الانقاذ او العملية الجراحية. الثلاثة دول كده اسمهم operation، غير كده اسمها بروسيس. اكسبيرمنت تجربه علميه، اكسبيرينس خبره وتجربه حياتيه وكده. ذا نيو ستوري ميست اوت، قبل ما تكمل القراءه كده الراجل قال لك ميست اوت يعني فوت. لو قال لك ميست اوت ليفت اوت اعرف ان ده تحيز عن طريق الاوميشن الحذف. امال ايه مسليد؟ مسليد يعني يضلل، سبين يعني حور في الكلام، انأكيوريت يعني غير دقيق. فالراجل قال لك ان هو تجاهل الانجرد بلاير اللاعب المصاب، عشان كده كان في انحياز عن طريق الاوميشن. بما انك بتراجع افتكر معايا ان انت عندك بايس بايس باي، افتكرهم كده واحده بواحده. اولا اوميشن اللي هو الحذف، ده الراجل بيقول لك ان هي ليفت اوت يعني ترك، ليفت اوت ترك، او يقول لك مثلا ميسد اوت اللي برده معناها ترك، يقول لك ديليتد سام نيوز سام انفورميشن، ده كده في الاوميشن. طيب عندك التحيز الثاني عن طريق البليسمنت اللي هو التحيز عن طريق الوضع، بيقول لك ان هي ان هو بوت وضع المقال في اول صفحه في اخر صفحه. عندك التحيز عن طريق السبين التحوير، ان هو يقول لك على شويه اوبينيون على اراء على انهم فاكت، او ان هو يستخدم ويردس يستخدم كلمات معينه عشان يقنعك بشيء، ده كده اسمه سبين. عندك تحيز عن طريق الجندر اللي هو عن طريق الجنس، يقول لك ان المدير ده بيحب الرجال وبيكره النساء، او بيحب النساء وبيكره الرجال، فتحيز عن طريق الجنس. طيب انت بعد كده رقم 14، ذا جورنالست الصحفي ووز بايس باي نوت هي هاد بوت، لسه بنحكي وضع القصه، يبقى تحيز عن طريق الوضع اللي هو اسمه بليسمنت. طيب امال الريبيتيشن الاولى معناها التكرار. از ا تايب اوف ميديا بايس ان ويتش جورنالستس يوز فريزز، اسمع كده، بيستخدم عبارات تو سبورت اور اوبوز، بيستخدم عبارات معينه بدماغه كده عشان يدعم او يعارض فكره، يبقى هو كده بيحور في الكلام، يبقى سبين. طيب خد بالك هنا في اليكس سبورت يدعم فكره هو شايفها حلوه، او اوبوز يعارض فكره هو شايفها وحشه. ببلشر سفر سيجنيفيكانت لوسز، بيقول لك ان الناشرون بيعانوا من خسائر كبيره. از ريزلت اوف بوك، كنتيجه للبوك ايه؟ اكيد قرصنات الكتب، اسمها بوك بايرسي، وانت بتختار على مهلك كده، لان في برايفسي اللي هي في الاول دي اللي معناها الخصوصيه، واكيوراسي الدقه، وليترسي الاميه، لا سوري الادبيه التعلم يعني عكسها الليترس الاميه. ذا اكسيدنت ايه ديسبايت ذا كيرفولنس اوف ذا درايفر از ذير ووز اليك يعني تسريب ان ذا بريك اويل في زيت الفرامل. بص معايا، هابن يعني يحدث، توك بارت يعني يشارك في، طب اوكر يعني حدث، وميت معناها صنع بر الحوار. فانت تفكيرك في رقم ايه ورقم سي، بس انت حضرتك واخد بالك ان الفاعل ذا اكسيدنت مفرد، فاما ان احنا نقول هابند عشان تبقى حدثت، او هابنس عشان تبقى تحدث، لان الفاعل مفرد فانت عايز فعل مضاف له اس، فعشان كده نستبعد هابن دي خالص ونختار اوكرد اللي معناها حدثت. بعد كده وات باد نيوز، يا لها من اخبار سيئه. ذا بوك هات بين الكتاب ايه بيفور ات ووز ببلشت قبل ان ينشر. اولا كده اصلا انت عارف ان كلمه كام اوت دي معناها يصدر او يصدر، فهي ما بتجيش اصلا في المجهول، يعني كلمه كام اوت دي كده صح،
لو انت جبت قبلها بي كم بي كم اوت كده تبقى غلط، لان هي اصلا منها فيها كده مبني المجهول، لان الفعل ده هو ياتي في صيغة المجهول، انه اصلا هو مجهول. عشان كده ممكن اقول لك ذا بوك الكتاب كام اوت الكتاب صدر ان 2000 سنة 2000، بدل ما تستخدم كام اوت دي. لو انت عايز تعمل صيغة مجهول بقى قول ووز بابلشد، ووز بابلشد يعني الكتاب نشر. حلو الكلام ده رقم واحد. طيب ارجع بقى كده لجملتك التاني كده، انا بقول لك ان كان الكتاب حصل له ايه، بما انه جابها لي هنا مجهول فمش هينفع ابدا افكر في كام اوت فهنطلعها بره. طيب بس ابدا يعني اختفى وبرضه ما تجيش مجهول. الكتاب كتب قبل ان ينشر، طبعا ده تهريج، انت الكتاب كتب قبل ان ينشر وعشان كده خسره، ما طبيعي هيكتبه بعدين ينشره. لكن الكتاب سرب ليه كده؟ It's not easy for young writers to not their new books. ليس من السهل للكتاب الجدد ان هم يعملوا ايه في كتبهم، ان هم ينشرون كتبهم. ينشر يعني publish، عشان انت عايز مبني المعلومة اهو. A1 book in كذا 2019، بقول لك ان كتاب A1 نو شي را. اسمع كده، انت عايز تقول نو شي را، انت عايزها مجهول، يبقى came out صح. وكان ممكن نقول was published وتبقى برضو الجملة صح، was published كانت تبقى صح. طيب يبقى انا كده خدت كيم اوت. يو كانت ريلاي اون ذس انفورميشن، انت ما ينفعش تعتمد على المعلومات دي، لان هي معلومات ريلايبل موثوق فيها، ولا اكيوت اللي هي زي كلمه سيفير يعني حاد، ولا هي اكيوريت دقيقه، ولا ان اكيوريت غير دقيقه. هقول لك انت ما ينفعش تعتمد على المعلومات لانها غير دقيقه. تو بي ا سكسسفول جورناليست، عشان تكون صحفي ناجح يو شود بي، يجب ان تكون نوزي، ونوزي دي معناها حشري فضولي، وانت عارف ان الكلمه دي بتساوي كلمتين تانيين وعندنا هم كمان في المنهج، اللي هم انكويزيتيف اللي هو فضولي، وعندك كمان بتساوي كلمه كيوريوس، كيوريوس اللي برضو معناها فضولي. يبقى كيوريوس وانكويزيتيف ونوزي. امال ايه نويزي؟ نويزي دي معناها صاخب، بتاع دوشه، ترابل سام بيعمل مشاكل، الليجل غير قانوني. Unfortunately there is still some not against women، لسوء الحظ ما زال هناك ايه ضد النساء في المجتمع وكده والحاجات ديت. Excitement اثاره، enthusiasm حماس، justice عداله، لكن prejudice انحياز اللي كان ممكن نستخدم مكانها bias في انحياز ضد المراه. She made significant not to science، هي تقدمت ايه ملحوظ في مجال العلوم. Collection معناها مجموعه، conclusion يعني خاتمه واستنتاج، contribution معناها مساهمه، وconnection يعني اتصال او علاقه. هي قدمت اسهامات ملحوظه في مجال العلوم. We came to the not that، احنا وصلنا للاستنتاج بانه كان على صواب، يبقى come to a conclusion. وما تنساش ان انت ممكن تقول come to a conclusion، وممكن كمان تقول draw a conclusion، a conclusion يعني يصل الاستنتاج. يبقى عندك حاجه من الاثنين، اما draw او come to a conclusion. طيب السؤال اللي بعد كده رقم 25، we came to the، قلنا خلاص conclusion. 26 بقى، the beauty of the countryside was an aid to the writer، جمال الريف كان ايه للكاتب. خد بالك انت عارف الاو اند اهي، وجودها مشكله، لو مش موجوده هنقول لك هنعمل ايه دلوقتي، بس هو جمال البيئه كان ايه للكاتب. impression كان انطباعا، ولا inspiration كان الهاما، ولا invitation يعني كان دعوة، ولا invention ابتكارا. انت بتقول لي جمال الطبيعة كان الهاما للكاتب، عارف انت لو شلت الاو ان دي هتروح انت قايلها كده ذا بيوتي، تعمل الجملة بالمنظر ده كده، هتقول لي ذا بيوتي اللي هو جمال اوف ذا كانتري سايد، جمال الريف، ووز ا نوت او من غير ا، فهناخد ايه؟ لو انت جبت لي ا فهتقول ووز ا او ان طبعا يعني انس inspiration كان الهاما to the writer، او was inspiring كان ملهما للكاتب. يبقى عايزك تركز، the beauty of the countryside was an inspiration او was inspiring، ده معناها ان the beauty ان الجمال inspired يعني الهم الكاتب، ده معناها ان the writer الكاتب was inspired بايرد يعني كان ملهما. حلو الكلام. طيب ارجع كده لسؤالنا تاني كده في 27، بيقول لك I went to university to get the degree this degree in physics، انا رحت الجامعه عشان احصل على الدرجه العلميه دي في مجال الفيزياء. which means I am now، وده معناها ان انا دلوقتي lecturer محاضر، important مهم، role model قدوه،
ولا كواليفايد مؤهل، انت حصلت على درجه علميه يبقى انت كده راجل مؤهل. خد بالك، فيزيكس الفيزياء، وفيزيست اللي هو الفيزيائي عالم الفيزياء، فيزيشن دكتور الباطنه. The Egyptian tennis player got into the final A of the tournament. اللاعب التنس المصري وصل للفاينل A في الدوري، اكيد الدور الاخير في الدوري، يبقى راوند. كورت يعني محكمه ومعناها ملعب التنس. جراند سلام دي اسم البطوله اللي بتعقد في لندن. تيم يعني فريق، يبقى هو وصل للدور النهائي في البطوله. My older brother، وعلى فكره ينفع نقول elder لان اخويا، has a note in math، عنده ايه في مجال الرياضيات، درجه علميه، يبقى degree. have a degree in math يعني لديه درجة علمية في مجال الرياضيات. خد بالك، have a degree in المجال. to not is to carefully examine the facts of a crime، انك تدرس حقائق متعلقة بالجريمة وبحدث معين وكده، دي اسمها تحرى لinvestigate. اختها التانية اسمها ايه يا عم؟ اسمها look into. طب innovate يبتكر، indicate يعني يشير الى، وimitate يقلد. leaves falling from trees، الاشجار الواقعة الساقطة. اصلا الجمله كانت leaves which fall، فالراجل حذف which وضاف للفعل اي ان جي لان ده معلوم. فالاوراق المتساقطه من الشجره في فصل الخريف، الخريف اوتم، وعلى فكره ممكن نسميه fall عشان القطعه، احفظ. is completely natural، natural في هنا ايه؟ عمليه طبيعيه، يبقى natural process. طبعا presence من present، presence الحضور، business اللي هو business، واكسس يعني يتعدى او يتخطى. I am afraid he has come at not time، يؤسفني انه جاء في وقت convenient، مناسب. لا، ما هو لو كان مناسب ما كناش هنقول يؤسفني. inconvenient يعني غير مناسب، comfortable مريح، uncomfortable يعني غير مريح. طب ليه ما نقولش uncomfortable يا مستر؟ انت لما بتقول مكان غير مريح لكن وقت غير مناسب. A strong wind not the ship so that both its front and back hit the sides of the canal، العاصفة القوية عملت ايه في السفينة؟ عشان كده مقدمة السفينة ومؤخرتها صدمت في الصخرة. بص هنا يا معلم، عندك كلمة سبندي احنا قلنا قبل كده معناها يحور في الكلام. رقم اتنين، سبندي معناها يغزل، يغزل الغزل والنسيج وكده، ودي القصد بتغزل الحوار ده. سبن كمان يعني يدور حول نفسه، سبندي معناها كمان يؤلف قصة، فكل دول بمعنى سبن، بس ركز لي انها بتدور حول نفسه. لكن عندك كلمة اوربت، اوربت دي لها معنيين، معناها المدار، حتى انت في الكلمة بتقول الاوربتال، واوربت دي معناها يدور حول شيء اخر. فلما يذكر لك طرفين خد اوربت على طول، طرف واحد خد سبن. وده مش موضوع السؤال بس حبيت اوسع لك الدائرة في المعلومات عشان احنا بنراجع. فرايل قال لك ان سترونج ويند، الرياح القوية، سبن لفت السفينة حول نفسها، اوربت يعني لفت حوالين حاجة تانية، رابد يعني سرق، وستوبد يعني اوقف. ذا فاكتوري كولابسد، كولابس يا ابن الناس ما تجيش مجهول، دي كده لا مجهول. احنا خدنا النهارده كولابس ما تجيش مجهول، كام اوت ما تجيش مجهول، خدنا ديس ابير وابير كمان ما يجيش مجهول، وهدم يعني يحدث ما تجيش مجهول. المهم المصنع انهار، سو ذا لويرز، لذلك ان المحامين ايه؟ ان شركه التامين تدفع تعويضات، اكيد طلبوا، يبقى ديموندد. ما هو ديموند يعني يطالب، وديموند يعني طلب. بروتست يعني يحتاج، ريجكت يعني يرفض، ديس ابير يعني يختفي. It's not that some people were typing up copies of the book to share it illegally، ان بعض الناس كانوا بينسخوا من الكتب عشان ينشروها بغير بشكل غير قانوني. It's comfortable، انه من المريح. It's appeared، appeared يا معلم لسه حالا قايلين ما تجيش مجهول، فمش هينفع اقول لك is appeared. It's claimed، it's claimed تسلق، لكن it's claimed يعني يدعى، وعلى فكره claim بتساوي كلمه أليج اللي معناها برضه يدعي. The Prime Minister، رئيس الوزراء، that there was severe penalty against those who build illegally، رئيس الوزراء أعلن أن هناك عقوبة لأولئك الذين يبنون بشكل غير صحيح. هنا هناخد announced، وعايز تاخد بالك أن كلمة announce دي بتساوي كلمة declare اللي معناها برضه يعلن. advertise دي معناها أعلن عن منتج وسلعة، وخد بالك كلمة add اللي هي ايه دي بس واحدة، دي معناها إعلان. refuse يعني يرفض، وdecrease يعني يقل، أخت كلمة decline اللي معناها يقل، بس decline يقل ويرفض. The metal was sharp، المعدن أو القطعة المعدنية كانت حادة، and hard وصلبة، so we used a knot to make it smooth، استخدمنا إيه بقى عشان نخليها أصغر أو أنعم يعني؟ أكيد المبرد اللي هو الفايل، ما هو ده اللي في القصة بقى، هامر الشاكوش، باي يعني فطيرة، هاند كف اللي هو الكلبشات بتاعت الإيد، لكن بتاعت الرجل اسمها ليج ايرنز. The giant ship had broken down and navigation، هنا بقى السفينة العملاقة
هادي بروكن داون يعني اتعطلت، خد بالك بريك داون يتعطل، ما تجيش مجهول برضو. ضيف كده كل المعلومات دي مع بعضها عشان انت بتراجع، وعشان احنا هنحل مراجعه من كذا ملف ومن كذا كتاب في الفتره دي. انا كل يوم هنزل فيديوهات، الدنيا حلوت كده والاجواء بقت مريحه، وحضرتك بطلت غالبا دروس وقاعد في البيت، فاسمعني كل يوم ان شاء الله. السفينه العملاقه دي تعطلت اند ايه نافيجيشن، وعملت ايه في الملاحه ان ذا سويس كانال في قناه السويس 7 دايز لمده 7 ايام. بص يا معلم، انا عايزك بس قبل ما احل السؤال ده كده، عشان السؤال ده اتسالني او اتسال لي، يعني هو ايه الفرق بين تشانل تشانل وبين كانال؟ كانال، بص، كانال دي اللي هي معناها قناه صناعيه، الانسان اللي حفرها. طب تشانل دي معناها قناه طبيعيه ومعناها قناه التلفزيون، تشانل 1 وتشانل 2 قناه طبيعيه يعني ربنا خلقها، لكن كان القناه احنا حفرناها. ما انت عارف ان رجالتنا زمان هم اللي حفروا قناه السويس، عشان كده بيقول سويس كانال. لكن انت بتقول ذا انجلش تشانل، القناه الانجليزيه، لانها موجوده اصلا. المهم ان السفينه العملاقه جاينت يعني عملاقه، عندنا في المنهج برضو خليك فاكر ان جاينت دي اختها اسمها ماسيف، من المنهج بقى هنجيب من المنهج ماسيف، واختها الثانيه اسمها جي جانتك اللي برضو معناها عملاق، وكمان كلمه جاينت وعملاق وماسيف وجيجانتك وهيوج يعني عملاق. طب عكسها عندك تايني يعني صغير الحجم، وعندك من يوت يعني صغير الحجم، تمام. المهم يا عم، السفينه تعلقت تعطلت واعاقت الملاحه، يعيق يعني بلوك. وعلى فكره بدل دي ممكن نستخدم كلمه هندر، اتش اي ان دي ار، الاو يعني يسمح، ريفيوز يعني يرفض، وايز يعني يسهل. Unfortunately لسوء الحظ the collapse of the house has caused tens of انهيار المنزل سبب العشرات من الايه والكثير من الاصابات. تعال نشوف facilities يعني تسهيلات، abilities يعني قدرات، casualties الخسائر، impurities اللي هي impurity يعني عدم النقاء، يعني من impurity اللي هو النقاء. The police were able to rescue، البوليس كان قادر ان هو ينقذ الناس، who were not اللي كانوا ايه داخل المنزل، الذين كانوا عالقين، يبقى ترابد. وترابد دي اختها الثانيه في منهجك اللي هي كلمه استك اللي معناها عالق برضو. رابد دي معناها مغلف، لما تغلف الهديه وكده. ترابد اللي هو الذي ترحل يعني راح خد رحله وكده وراح مكان يمين وشمال. ترابد يعني كتب بالكمبيوتر، وطيب يعني نوع. فاتن از اوفر ذا مون، فاتن فرحانه جدا. شي هاز وان فور هير كولكشن اوف شورت ستوريز، هي فرحانه اصلها فاز بي فاين يعني بخير ومعناها غرامه ومعناها الطقس الجيد. اتس فاين ان ايجيبت ان سمر مثلا. بنالتي يعني عقوبه، بريزنت يعني هديه، لكن اوورد معناها جائزه، هي فازت بجائزه لمجموعه الكتب اللي كتبتها. I will never forget the day my daughter put on her white wedding dress and became a، بقول لك انا عمري ما هنسى ابدا اليوم اللي بنت لبست الفستان واصبحت عروس. قبل ما نبدا نحل عايزك تطلع دي بره، لان دي جايه من كلمه براود اللي معناها فخور، فبراود كده معناها الفخر. حلو الكلام؟ طيب عندك جروم وبرايد، جروم وبرايد. البرايد دي معناها العروسه، عروسه، لكن جروم وبرايد جروم دول اللي معناهم العريس. وبكده خلصنا السؤال، الصفحه دي، الصفحه اللي بعدها. ماي كازن ابن عمي نوت ستيل سكول ان العبور سيتي. ليرن يتعلم، انا المفروض اقول ابن عمي بيتعلم في مدرسه، يبقى ليرن عايزين حرف جر ات، او بيدرس في مدرسه فنقول ستادي ات برضو، لكن يذهب الى المدرسه فنقول هنقولها جو تو. لكن عندك اتند يعني يحضر، ودي مش محتاجة حرف جر بالمناسبة، attend يعني يحضر اجتماع وكده، و attend برضو معناها يرافق، يرافق. The convict اللي هو المدان behaved in a dishonest way، تصرف بطريقة غير أمينة. كلمة behave يتصرف بتساوي act اللي معناها يتصرف برضو، لكن refuse يرفض، agree يوافق، think يعني يعتقد. طبعا ما تنساش بمناسبة think عندك كلمة think of، أو عايزك تقول من بدري كده أو تفتكر من بدري، consider بنجيب بعدها الفعل مضاف له ing واللي معناه يفكر فيه برضه، وثينك اوف او اباوت وبعدها الفعل المضاف له اي ان جي، الاثنين معناهم يفكر فيه بس ثينك لازم حرف الجر. طيب سينس ذا لاندنج اوف ابولو 11 ما اعرفش كام كده 1969 12 نوت هاف ووكد، مشيوا فوق سطح القمر، يبقى دول رواد فضاء اللي هم استرو نوتس. في ملحوظه عايزك تعرفها، الاسترونومر ده لما يقول لك انفستيجيت او ستادي سبيس، لكن استرونوت لما يقول لك سافر. You must work، يجب عليك ان تعمل باجتهاد اكثر. The training is necessary to not as a nurse، بقولك التدريب ده هو مهم عشان يعملك ايه كممرضه. ديفاي يتحدى، يتحدى زي كلمه تشالنج. كواليفاي يعني يؤهل، سبيسيفاي يحدد، وامبليفاي يعني يضخم الصوت او يبالغ في الشيء يعني يزودها يعني.
زي اكزاجيريت، الكلمه دي ممكن نستخدمها بمعنى اكزاجيريت. الموضوع اللي في السؤال 46 المهم عندي حته كواليفايد. تعالى كده اما اكتبها لك كده، بدايه بي كواليفايد يعني يصبح مؤهلا ان اي مجال، ان ساينس، ان كمبيوتر، ان تيتشنج، از اي وظيفه، از دكتور، از تيتشر، از نيرس. طيب فروم من الجامعه، فروم كايرو يونيفرسيتي، وممكن نقول ان ونجيب السنه بقى، انت عارف الحوار ده. طيب الحاجه الثانيه، لما اقول لك يو ار كواليفايد، كواليفايد انت بقيت مؤهل يا معلم، دي ممكن نحط مكانها كلمه امبلويبل، انت بقيت امبلويبل يعني انت بقيت مؤهل، الف الف مبروك. طيب وكواليفاي يعني يؤهل ويتاهل، خد بالك من دي كويس. طيب بعد كده I am sure your spirit of not، انا واثق ان روح الايه اللي عندك is the most important factor، هي اهم عوامل النجاح. cause السبب، merit يعني ميزه، determination الاصرار والعزيمه، deterioration التدهور والانحدار، والكلمه دي جت في امتحان قبل كده وكانت بتساوي كلمه decline في الامتحانات الشاميه اللي حليناها مع بعض في كتاب A1 52. sir a lady in black gown was a knot is waiting for you outside، يا سيدي في واحده واقفه بره قدام البيت لابسه ايه اسود، اكيد فيل، فيل ده اللي هو الحجاب الاسود يعني، كل الكلمات الباقيه دي مش عايزك تعرف منها غير كلمه فين اللي هو الوريد، العروق بتاعت جسم الانسان بس كده. My neighbor's children cause a lot of noise، عوائل جيراننا عاملين دوشه شديده، which makes me، ده بيخليني unhappy غير سعيد، and pleased مسرور، cross يعني غاضب، disobedient يعني عاصي، dishonest يعني غير امين، اكيد cross. خد بالك cross دي كفعل بمعنى يعبر، كروس كادجكتيف بمعنى غاضب، طيب وكروس كناون بمعنى علامه غلط. اكتب وراها وانت مش عارف الكلام ده لان انا قلته قبل كده كتير. طيب وخد بالك بس حته نويز، ميك نويز، احنا نقول ميك ا نويز يعني يحدث ضوضاء، مع ان نويز اسم مفرد لا يعد. وخد بالك ميك مفعول صفه وميك مفعول مصدر، ميك مي هابي او ميك مي فيل هابي. عندي كلمه نيبرز اللي هم الجيران، خد بالك من اللقطه دي كده عشان السؤال ده كان جه قبل كده مره في امتحان، كلمه نيبر، نيبر ده يعني جار. الاستاذ محمود زي ما قلت في فيديو قبل كده، الاستاذ محمود يكون جاري يعني ماي نيبر. حلو، طيب امال كلمه ني برنج دي صفه عايزه بعدها اسم، دي معناها مجاور، فاقول لك مثلا نيبرنج هاوس يعني منزل مجاور. طيب الحاجه الثالثه ني بور لي، دي بقى دي هي كلمه كايند يا معلم، عشان كده بقول لك you should always be neighborly او kind to your neighbors او to your friends، لابد ان تكون ودودا مع اصدقائك، طيبا مع اصدقائك. السؤال 50، the knot of women of the woman as a homemaker، انك تشوف المراه على انها حد بيشتغل في البيت بس، يبقى دي نمطيه مش محتاجين نقراها، stereotype. سايت ولوكيشن وبوزيشن، سريعا كده عشان هم بيجوا قدامنا على طول في الاسئله. عندك كلمه سايت يا عم، اولا معناها موقع اثري، رقم اثنين معناها موقع على النت، رقم ثلاثة معناها موقع عمل. حلو، فلما تقول ان امبارح كان حادثه، كان في حادثه في الورك سايت في موقع العمل او بروجكت سايت، او اكتب لي الويب سايت بتاعتك عشان عايز ابعت لك رساله مهمه، او الويب سايت بتاع الشركه، او ان هم اكتشفوا مقبره في سايت. طيب امال كلمه لوكيشن، لوكيشن دي معناها موقع على الخريطة، البيت بتاعنا هنا اهو على الخريطة. رقم اثنين كلمة لوكيشن دي برضو معناها موقع جغرافي، ايجيبتس لوكيشن از يونيك، موقع مصر الجغرافي فريد. طيب كلمة بوزيشن، بوزيشن دي رقم واحد معناها يضع، في الحالة دي كده هتساوي كلمة بوت وهتساوي كمان كلمة بليس، كان يو بوزيشن ات اوفر ذير بليز، كان يو بوت ات، كان يو بليس ات. طيب ده رقم واحد. رقم اثنين في معنى كلمة بوزيشن معناها المكانة، لما اقول سوشيال بوزيشن المكانه الاجتماعيه، كلمه بوزيشن برضو دي معناها مكانك في الفريق في الملعب، مكانك في الملعب. اقول لك ان البيست بوزيشن عندي هو الجول كيبر، كلمه بوزيشن بقى معناها موضع الشيء بالنسبه للاشياء الاخرى، عشان كده احنا بنحط الدواء في هاير بوزيشن عشان العيال الصغيرين ما يمسكوهوش. طيب مش موضوع السؤال، السؤال رقم 51، the not situation in most countries has been badly affected because of the pandemic، بسبب الوباء فالوضع الايه تاثر؟ ايكونوميكال اقتصادي، بس مش دي الاجابه وهقول لك دلوقتي ليه. طب ايكونوميك اقتصادي دي الاجابه، ايكونومكس اللي هو علم الاقتصاد،
ايكونوميكالي معناها اقتصاديا. طب ما تيجي كده نضرب في الخلاط كام مثال سريع. بص يا عم، اولا كده الايكونومي كده اهو ده ناون معناها العلم الاقتصاد، اللي معناها الاقتصاد، تمام. طب ايكونومكس ده برضه ناون معناها علم الاقتصاد، يبقى الايكونومي الاقتصاد بتاع الدوله، ايكونومكس اللي هو علم الاقتصاد، اقتصاد دوله، تمام. طيب ايكونوميك دي عباره عن adjective ودي معناها اقتصادي. طب ايكونوميكال دي برضه عباره عن adjective ومعناها اقتصادي. طب ما هما الاثنين زي بعض. لا يا معلم، ايكونوميكال اقتصادي بمعنى موفر يعني رخيص، لكن دي اقتصادي معناها له علاقه باقتصاد البلد. واديني مثال، لما اقول لك this kind of car is not، النوع ده من السيارات، يا ترى هنقول ايكونوميك ولا ايكونوميكال؟ ومش هنكتب اختيارات غير كده، لان السياره اكيد اقتصاديه، بس اقتصاديه بمعنى موفره او رخيصه، فنقول ايكونوميكال. حتى انت بتسمع زي ما قلت لك قبل كده الفئه، بتسمع الفئه الاقتصاديه من السياره، يعني الفئه الرخيصه الموفره، ساعتها بقى هنقول ايكونوميكال. طب اخويا بيدرس ايه؟ بيدرس علم الاقتصاد، اهو ايكونومكس. طيب الاقتصاد بتاع الدوله بتاثر، يبقى ناخد ايكونومي عشان اقتصاد الدوله. نرجع لسؤالنا كده، انا بقول لك هنا في السؤال بيقول لك ات هاد، طبعا احنا قلنا هنا الايكونوميك سيتويشن، موقع الوضع الاقتصادي. ات هاد بين ا نوت سكسسفول يير، لقد كانت سنه ناجحه. والله صفه يا مستر، عايز قبلها ظرف لو انا ماشي بالحب يعني. وكده كده الظرف اللي هنا عندك تيربولي وعندك سبكتاكولرلي، بس ما ينفعش نقول سنه ناجحه بشكل سيء، لكنها سنه ناجحه بشكل مبهر سبكتاكولرلي. طيب تيربل سيء وسبكتاكولر مميز او كده. If you have any، لو انت عندك اي اسئله ايه، لو سمحت ابعت لي رساله. any burning question، burning question معناها سؤال ملح، وكلمه burning دي زي كلمه urgent يعني سؤال عاجل او ملح. burned حرقه وburned محروق، وburn يعني يحرق. طيب I never know that women are less efficient than men، they often outperformed males، انا عمري ما ايه ان النساء اقل من الرجال. الجمله دي كل شويه بتلخبطكم. refuse يعني يرفض، deny يعني ينكر، assume يفترض، resume يعني يبدا من جديد. assume دي زي كلمه suppose اللي معناها يفترض. طب مستر انت ليه ما خدتش deny؟ ما هو انت يا عم بتقول انا ما بفترضش ابدا ان النساء اقل من الرجاله لان النساء حلوين. عارف لو انت قلت لي deny هيبقى معناها انا عمري ما بنكر ان النساء اقل من الرجال، هم حلوين. انت قلت ما بنكرش ان هم اقل وتبقى تقول لي حلوين؟ لا، يبقى احنا كده خدنا اسيوم. از جادجمنت، ما دام قال لك جادجمنت اعرف انه عايز ستيريو تايب، اعتقد يعني على طول، بس هنشوف. اور ديسيجن او القرار، ريتش باي ريزوننج عن طريق الدراسه والتبرير يعني. كونكلوجن الاستنتاج، اسامبشن الافتراض، ديفينيشن التعريف، ريزولوشن اللي هو الريزولوشن بتاع الشاشه اللي هو الوضوح يعني. فانت بتقول بقى الكونكلوجن النتيجه هي الحكم اللي بنوصل له بعد دراسه وكده. بالمناسبه احنا قلنا مع كونكلوجن قلنا درو ا كونكلوجن، ريتش ا كونكلوجن، كم تو ا كونكلوجن. اي نيد تو نوت ان يو انتي فيروس فروم ا تراستد ويب سايت، انا عايز اعمل ايه لفيروس من موقع اكيد احمله يبقى داونلود. وبعد ما تعمل داونلود هتعمل له سيت اب او انستول، دول بيجوا مع البرامج معناهم يثبت البرنامج. طيب A good teacher should always not his or her students، على فكره ممكن نقول زير عشان تيتشر ده مش عارفين ولد ولا بنت. المهم المعلم الجيد لازم يعمل ايه للطلاب دايما بتوعه؟ فابريكيت، يفابريك يعني موتيفيت، يحفز، جوين ينضم الى، كوميونيكيت يتواصل. طب ما انا ممكن اخدها، ايوه بس هقول كوميونيكيت ويز، يتواصل مع طلابه. المهم موتيفيت دي اختها الثانيه اسمها ستيم يوليت اللي معناها يحفز. ذا جلوبال ديستريبيوشن اوف ويلث، التوزيع العالمي للثروه بيعكس معدلات كبيره من الايه، عشان في ناس غنيه جدا وناس فقيره جدا، يبقى ماينورتي اللي هي الاقليه، ماجورتي اللي هي الاغلبيه، ان ايكواليتي عدم المساواه، ولا ايكواليتي المساواه، ناس غنيه جدا ناس فقيره جدا يبقى عدم مساواه. وان اوف ذا نوت اسبيكتس، واحد من المظاهر الايه اوف تكنولوجي از ذات ات ميكس اور لايفز ايزير اند مور انجويبل، واحد من المظاهر النيجاتيف السلبيه ريلاتيف
معناها اللي هو متعلق، يعني اللي هو زي ضمير الوصل وكده، متعلق بوزيتيف الايجابي، اوفنسيف يعني عدواني. واحد من المظاهر الايجابيه في التكنولوجيا انها بتخلي حياتنا اسهل واكثر متعه. ذا تشامبيون، البطل، واز ايبل تو نوت هيز فيزيكال ديسابيلتي، البطل تمكن من انه يعمل ايه في الاعاقه البدنيه اللي عنده، اكيد يتغلب عليها، يبقى اوفر كم، وكان ينفع مكانها زي ما انت عارف جيت اوفر، يتغلب على. اوفر هير ديت يعني يلقي، يعني يسترقي السمع، يعني يتصنغ على حد يعني. اوفر دو يعني يزودها في عمل حاجه معينه، واوفر سليب يعني يزودها في النوم. هيريكينز الاعاصير، اند تروبيكال ستورمز والعواصف الاستوائيه، ار ديفرنت كايندز اوف ناتشرال ايه، هي اشكال مختلفه، انواع مختلفه للايه الطبيعيه، اكيد الكوارث الطبيعيه، يبقى ديزاسترز او كاتا. طب ما تيجي نكتبها عشان دي مهمه بالله عليك يا شيخ، عشان هم الثلاثه في المنهج اللي هكتبهم دول معناهم كارثه وهم الثلاثه في المنهج. اولا كلمه كا كالاميتي، انا هجيب من اللي انت اكيد نسيتهم الاول، كالاميتي، والثانيه ديزاستر معناها كارثه، والثالثه كاتاستروفي، الثلاثه دول معناهم يا حاج كارثه. طيب المهم احنا خدنا كده ديزاسترز اللي بعد كده رقم 62. ماي اونت اسكت ا فيموس نوت تو هيلب هير ويز ليجل بروبلم، عندها مشكله قانونيه كده، هتطلب مساعده من مين؟ اكيد من لير المحامي. كرايمنال ده مجرم، هو اكتر هيقدم خدمه احسن من لير على فكره، جادج القاضي وفورمر الفلاح. The police officers are not the cause of the crime to arrest the criminal. الضباط الشرطة بيعملوا ايه في اسباب الجريمة عشان يقبضوا على المتهم؟ announcing يعني بيعلنوا، hiding يعني بيخبي، refusing يعني بيرفضوا، ولا investigating يعني بيدرسوا او بيتحروا. اخت زي ما قلنا مليار مرة look into. When the accused person proved that he wasn't not, he was set free. الحتة دي مهمة. لما الشخص الاكيوزد، انا عايز اشرح لك الاول الاكيوزد دي احتمالاتها ايه. بص يا عم، اولا كده اعرف ان كلمه اكيوز دي فيرب بمعنى يتهم، وعندك كلمه اك يوزد كده ادجكتيف بمعنى المتهم، زي الكونفكتد اللي عندنا في المنهج، كونفكتد اللي هو كان ماجوت وكومبسون، الجماعه دول كانوا كونفكتد. ما تنساش القصه برضه، هنعمل لك عليها شويه شغل محترمين، بس تابع بقى يوميا عشان انا اضبط لك، حرام عليك. طيب الحاجه الثانيه، عايزك تعرف ان احنا ممكن نقول بي accused of، وبي برضه نفس القصه convicted of، والثالثه اسمها بي charged with. الناس دول كده معناهم متهم بي، الثلاثه معناهم زي بعض، متهم بي. حلو. طيب مش ده موضوع السؤال، انا عارف، ولكن تعال نشوف. هنا when the accused person proved that he wasn't a he was set free، لما الشخص المتهم اثبت ان هو مش ليس مدانا، ليس مذنبا، يبقى guilty. عارف هو لو كان قال لك was كنا خدنا was innocent، انه بريئا. بالمناسبه هنا بقى في كلمه اسمها acquit اللي معناها يبرئ، اوعى تنساها في المنهج. acquit كده معناها يبرئ، وعندك كمان كلمة clear off اللي معناها يبرئ نفسه برضه، لما كان بيقول لك ان the police asked the criminal to clear himself off، ان هو يبرئ نفسه من الجريمة ساعتها، وclear off برضه معناها ينقشع، اكيد حضرتك عارف الكلام ده كويس. طيب يبقى guilty معناها مذنب، عكسها innocent بريء. he must be not of himself، اكيد هو ايه بنفسه، he has told lots of lies، كذب لما هرى كذب نفسه، يعني بيقول لنفسه كذب، يبقى كده هو اكيد ashamed خجلان من نفسه. براود يعني فخور، وجلس يعني غيران. وهنا بقى حضرتك لما نيجي عند براود افكرك برضو بقصتها في المنهج عشانها مهمه. عايز تعرف ان بي براود وجات في امتحان ثانويه قبل كده تو والماستر، لكن بي براود اوف ونجيب بعدها الاسم، دي زيها كلمه بوست بي او اي اس تي اللي معناها يتباهى ويتفاخر، وعندك كمان تيك برايد ان اللي معناها يتفاخر بيه، الناس دول كده لهم علاقه بالفخر والحاجات دي، اوعى تلخبطها مع كلمه برايد، مع كلمه برايد اللي هي كده، دي اللي معناها العروسه، اوعى تلخبط بوست دي مع كلمه بوست اللي كده، لان دي معناها انهانس اللي معناها يدعم او يعزز وكده، فما تلخبطش الناس دي ببعضهم الله يكرمك عشان الدنيا ما تضيعش منك. السؤال اللي بعد كده حضرتك عندك 66. Mark he recently not from the faculty of commerce كلية التجارة and is currently an accountant بقى محاسب في international company في شركة عالمية. كان international عالمي زي global universal
جوينت يعني ينضم، ليفت يعني غادر، جراجويتد يعني تخرج، وستاديد يعني درس. طب ما انا ممكن اقول يا مستر هو غادر الجامعه، اي يا باشا صح، هتقول ليفت يونيفرسيتي، لكن هو قال لك من الجامعه فناخد جراجويتد. الجراجويتد دي برغم ان انا قلتها 4 مليار و723 مره هقولها تاني كمان مره. عايزك تعرف يا صديقي ان جراجويت كده اهو ده فعل بمعنى يتخرج، بناخد بعدها ان المجال اللي انت تخرجت فيه، فروم من الجامعه اللي سيادتك تخرجت منها، از الوظيفه اللي حضرتك هتشتغلها ان شاء الله في المستقبل. طيب تو بي لكي يكون، ونجيب بعدها برضو الوظيفه اللي سيادتك هتشتغلها، او تو والفعل في المصدر بعدها، او عندك كمان حتتين تكتين مهمين كده، ويز ا ديجري بدرجه علميه ان في، تجيب بعدها المجال. اخر واحده بقى مع الناس دول عندك كلمه جراديويت ويز جريد اي مثلا بتقدير امتياز. واحد خلص كليه طب في جامعه القاهره بتقدير ممتاز، نعملها ازاي في الحوار ده؟ طيب جراديويتد ان ميديسن فروم كايرو يونيفرسيتي از ا دكتور، تو بي ا دكتور، تو فيكس او تو فيكس او اكزامين الاثنين ينفعوا يعني بيشنتس، ويز ا ديجري ان ميديسن ويز جريد اي. حلو، خد بالك انا عمال اقول لك ده كله كده فعل بمعنى يتخرج. طب انت لو جبتها كاسم كل ده ينفع، بس عايزك تاخد بالك بقى من اللقطه ديت، ان انت هتقول في الاسم ا جراجويت، ا جراجويت اوف وبعدها الجامعه وكل الباقيين ينفعوا، او جراجويتس جراجويتس اوف برضو الجامعه، دي معناها خريج جامعه كذا، لكن دي معناها خريجو الجامعه. طب المثال هيلخبطني، ما انا عارف المثال هيلخبطك، تعالى اديك مثال. لما اقول شي graduates graduates not Cairo University University، طيب يا ترى هنقول from ولا of؟ هروح انقل لك ترجم يا ابني بالراحه كده، هي تخرجت من جامعه كذا، تخرجت يبقى ده فعل، يبقى ناخد from. طب ما انا ممكن اقول يا مستر هي خريجه جامعه كذا، ايوه يا حبيبي ينفع، بس فين الفعل؟ مش الجمله المفروض فاعل وبعدين فعل؟ طيب جمله ثانيه بقى كده، لما نقول شي اند هير سيستر، اند هير سيستر هي واختها، ار جراجويتس جراجويتس نوت كايرو يونيفرسيتي. هنا حضرتك هتاخد لي جراجويتس اوف، ليه يا مستر؟ اصل دي معناها خريجو، فانت بتقول هي واختها بيكونوا الفعل اهو اللي بعدها ده بقى اسم خريجه جامعه كذا. طيب فهو انت بتترجم كده هتلاقي الدنيا ماشيه معاك حلاوه وبلح واخر حلاوه، لكن لو ما مشيتش بالترجمه هتغرق ان شاء الله في اول مطب يقابلك. فترجم الله يهديك ويكرمك ويسترها معاك يا ابني. عملنا الصفحه ازاي؟ والله شكلها مفرح اقسم بالله، تستحق انك انت تعرف زمايلك ان هم يستفيدوا بالهبل ده، عشان الدنيا نار في المكان اللي انا فيه دلوقتي. 67 luckily من حسن الحظ the old man not the terrible accident، من حسن الحظ ان الراجل ايه من الحادثه، lived عاش الحادثه، ولا died مات، ولا arrived وصل، ولا survived يعني نجا من ينجو، نجا من الحادثه. he is not a kind man، هو ليس رجلا لطيفا. خدنا كلمه kind النهارده بمعنى neighborly kind برضه، وكلمه humane خد بالك منها بالله عليك، humane دي زيها كايند، لو شلنا منها الاي تبقى هيومن بشري. هي از نوت ا كايند مان، هو ليس رجلا لطيفا. دونت بي نوت باي هيز تريكي بيهافيور، لا تكن مسلد منخدعا، لا تنخدع بسلوكياته المخادعه. بليف يعني يصدق، ابير يعني يظهر، وهيلب يعني يساعد. وانا بحل السؤال ده اصلا، انا قلت لنفسي ابير تطلع بره ليه؟ اصلي ما ينفعش اجيبها في المجهول، وانت قلت لي بي ابير يعني ظهر، ما تجيش مجهول اصلا. وات نوت مي، انما ايه مي تو فيزيت ذا ميوزيوم از ماي ديزاير تو سي ذا موميز اوف كينجز اند كوينز، انما يلهمني انسباير يعني يلهمني. طب كون انسباير معناها يعمل خدعه دي اللي اسمها ايه؟ يتامر، الحمد لله افتكرتها، يتامر. ريسباير يعني يتنفس من ريسبيراتوري سيستم، realize يعني يدرك. انما يلهمني ان ازور المتحف، ان عايز اشوف المومياوات. because of the accomplishment، accomplishment يا صديقي معناها انجازات، زيها زي كلمه fulfillment الانجازات، زيها كمان كلمه achievement الانجازات برضو. المهم بسبب انجازاته ابي has always been، كان دائما ايه
to my sons كان بالنسبة لعيالي هو كان بيمثل an inspiration. طبعا inspiration اللي هو إلهام، لكن respiration التنفس، hindrance يعني عائق، obstacle يعني عقبة. خد بالك يا فندم، انت قلت لي my father has been an inspiration، شيلهم كده هتروح انت قايل لي my father has been inspiring، كان ملهما. طيب the not of people live in the desert. Most people، خد بالك most people و most of the people الاثنين ينفعوا. اكتب كده معلش، اكتب معلش معلش. احنا ممكن نقول most people دي معناها صح معظم الناس. طب لو انا قلت لك most of people لا غلط، عشان احنا متفقين دايما ان لما يكون عندك of لازم بعدها فاصل، فهتقول لي most of the people. انتبه لده الله يكرمك. طيب يا مستر هو موست بيبل مفرد ولا جمع؟ يا حبيبي انت ما بتقولش موست بيبل مفرد ولا جمع، انت بتقول بيبل مفرد ولا جمع، فعشان كده هنقول ار. مش فاهمك برضه. يعني انت لما تيجي تقول لي مثلا موست بويز از ولا ار؟ اكيد ار يا ابني. طب لو انت قلت لي موست شوجر از ولا ار؟ اكيد از يا ابني. طب ليه؟ ما هو اصل از عشان شوجر مفرد، ما تنخدعش زي ما انا شفت الطلبه كده منخدعين من كلمه موست يعني معظم، فدي كده تبقى جمع. لا ما هو الموست دي مالهاش اي ستين لازمه. اللي بعدها حضرتك، اللي بعدها مفرد ولا جمع؟ هو ده الفيصل. اللي احنا في 71 the people الناس، the not of people live in the desert most people live in cities. اه بقول لك معظم الناس عايشين في المدن، يعني معنى كده اللي عايشين في الصحراء اقليه، يبقى minority الاقليه، اقليه من الناس. امال population تعداد سكاني، هو يعني كل، وعندك هول دي شرحناها قبل كده بس نقولها عشان بتيجي في اسئله برضو، عايز تعرف ان انت ممكن تقول the whole زائد اسم او the entire برضو زائد اسم، او ممكن نقول all the اسم. انا قرأت الكتاب كامل، I read all the book او the whole book the entire book. طيب احنا في رقم 72 بتاع حسين's books، كتب بتاع حسين have been translated into many languages، ترجمت للغات عديدة، بما فيهم، كلمة بما فيهم دي ساعد ما تلمحها كده يعرف انك عايز including، contain يعني يحتوي على، consist تتكون منه عايز بعدها of، وtake يعني يأخذ. The knot is no longer maestrous، لم يعد غامضا بفضل التكنولوجيا والعلوم وكده. مين اللي ما عادش غامض؟ البلانت النبات، ايلاند الجريده، ديزرت سوري ايلاند الجزيره، ديزرت الصحراء، ولا يونيفرس الكون لم يعد غامضا بفضل التكنولوجيا. Some media بعض الميديا are accused of او are convicted of او are charged with متهمين ب not people متهمين بتضليل الناس بشأن اداء الحكومه. كلمه misleading يعني تضليل، وهنقف عليها دلوقتي واقفه. انفورم يعني يخبر، وريفورم يعني يعيد تشكيل، وريليف يعني يشفى او يخف. طيب هتيجي عند كلمه مس ليد، عايز تعرف ان كلمه مس ليد ده كده فيرب فعل، زي كلمه مس جايد اللي معناها برضو يضلل، زيها كده كلمه دي سيف، الناس دي كلهم كده بمعنى يضلل، زي كلمه تريك برضو ممكن ناخدها هنا بمعنى يضلل او يخدع. طيب الحته الاهم من ده كله، عندك مس ليد دي معناها ضلل ومعناها مضلل. مضلل لما اقول لك يو ار مس ليد يعني انت مضلل. طيب انت تم تضليلك من الاخر يعني. طب الثالثه بقى ودي الاهم، عندي كلمه مس ليدنج دي، مس ليدنج كده اهو، دي معناها تضليل ومعناها مضلل. طب مثال بقى، مثال عشان نفهم الحوار، لما اجي في جمله مثلا اقول لك، انا قلت المثال ده قبل كده اعتقد، misleading misleading our youth is a crime، دي معناها ايه؟ معناها تضليل شبابنا يعد جريمه، يبقى دي كده نون يا عم. رقم اثنين، this news is all misleading يعني هذه الاخبار تكون مضللة، الاخبار المضللة يعني عبارة عن adjective. يبقى انت عندك كم adjective من الحوار ده؟ اتنين يا سيدي، الاولانية اسمها mislead والتانية اسمها misleading. الفرق بين الاتنين فين؟ ان mislead معناها تم تضليله، لكن misleading معناها ضلل الناس. مش عارف بقى السياقات دي كلها كده، لو ما فهمتش منها ارجع اسمعها تاني الحته دي. طيب فانا هنا في الجمله حضرتك
اللي هي رقم 57 75 نوت دايت. الرجيم الايه بيساعدك كيب يو هيلثي، فانك تفضل صحي. بالانس دايت الرجيم المتوازن، ان هيلثي يعني غير صحي، بايست يعني منحاز، وسبن الماضي من سبن اللي معناها حورة. Today some manufacturers اللي من دول بعض المصنعين بيستخدموا الروبوتس تو ماس لكي ينتجوا بكثافه اسمها ماس بروديوس. فاير بليس يعني يستبدل، ريديوس يعني يقلل، ويوز يعني يستخدم. طب ماس بروديوس معناها ينتج بكثافه. طيب ذا سولجر طبعا برضو ماس بروديوس، بما ان احنا بنراجع هكتبها لك هنا برضو، ركز معايا كده. انت عندك كلمه ماس بروديوس، بروديوس ده فعل بمعنى ينتج بكثافة، يعني ينتج بكميات كبيرة وأسعار رخيصة. طيب ماس برو دك شن دي كده ناون، اسم لا يعد، بمعنى الإنتاج، الإنتاج الكثيف. طيب أمال إيه ماس برود يو سد؟ دي عبارة عن أدجكتيف معناها تم إنتاجه بكثافة. عشان كده أنا ممكن أديك مثال وأقول لك على سبيل المثال ماس، ماس بروديوسد، بروديوسد كارز يعني السيارات التي تم انتاجها بكثافه. ار تشيب، ار تشيب، خد بالك انا قلت ار ليه، لاني قلت لك السيارات التي تم انتاجها بكثافه. طب لو قال انت جبتها لي مثلا في جمله قال لك ماس برود يوسنج كارز معناها عملية إنتاج السيارات بكثافة is not easy، ليست سهلة. يبقى احنا قلنا كده الفيرب والنون والأدجكتيف. عندك آخر حاجة كمان يبقى ماس بروديوس وماس برودكشن. ماس بروديوسد احنا قلناها في سياق الكلام ماس، ماس برود يوسد، ماس برود يوسنج دي اللي معناها عملية الإنتاج الكثيف اللي احنا قلناها في المثال اللي قبل ده. طيب ارجع بقى لجملتنا، مش موضوعنا طبعا اكيد عارف. 77 ذا سولجرز الجنود اندر ونت نوت الجنود خضعوا، اندر جو يعني يخضع اصلا، خضعوا لي نوت تو ريموف ا باليت فروم هيز تشيست. الجندي خضع لايه؟ عشان يزيلوا الرصاصه من صدره. اكيد عمليه، عمليه يعني المفروض ان انا ادور على كلمه اوبريشن الاقيها في الاختيارات، ما لقيتهاش يا بيبي، ما هو عندك سيرجري عمليه، رادي اشعه بروسيس عمليه ادائيه، ومشان يعني مهمه. Some people believe that girls can do sports that not strength. بعض الناس يعتقدون ان البنات لا يستطيعون القيام بالرياضه التي تتطلب القوه والحمل الاثقال زي حمل الاثقال. وين يعني يفوز؟ acquire دي زيها كلمه obtain اللي معناها يكتسب، وزيها كمان كلمه gain اللي معناها يكتسب. طب امال inquire يتساءل اللي هي زيها زي كلمه want to know، لكن require اللي معناها يتطلب. فالبنات ما يعرفوش يقوموا بالمهام التي تتطلب قوه. They not show that we have made a lot of progress recently. الايه بتبين ان احنا وصلنا لدرجه من التقدم حلوه. result النتائج، اكيد result مفرد تنفع، ممكن اقول لك النتائج بتظهر، بس احنا كنا المفروض نقول the result shows، والراجل قال لك هنا show. طب paper الورق وreport التقرير، كنا المفروض برضه نقول shows، ما هو ممكن نقول التقرير يظهر اننا وصلنا لتقدم بس يبقى shows برضه. لكن ريكورد شو عشان هجمع، وما تنساش مس ذا ريكورد يعني يفوت الرقم القياسي، بريك ذا ريكورد يعني يحط الرقم القياسي، ولو قلنا ريكورد ستورم عاصفه لم يسبق لها مثيل. ذا كرنت ايكونوميك سيتويشن، خد بالك هو قال ايكونوميك عشان هو متعلق بالبلد، الموقف الاقتصادي الحالي. كان بي ديسكرايبد يمكن ان يوصف، وذاوت نوت دون ايه، كموقف كارثي. كومبنسيشن يعني تعويض، فايوليشن يعني انتهاك، سيلبريشن يعني احتفال، لكن exaggeration معناها مبالغة. فاحنا ممكن نوصف الموقف من غير مبالغة ككارثة. I was not too not to hear that my car had been stolen. أنا لما سمعت إن العربية سرقت فأنا كنت اتشيرد مبتهج، اتشكد فحصة، وشكد معناها مصدوم. أنا كنت مصدوم. لما يقول لك you should chuck your goats يعني عليك أن تربط أغنامك، هي دي بقى. اتشكد يعني مربوط، مربوط مش معانا خالص وبره الحوار ومش مطلوبة ولا أي كلام. طيب رقم 82 finally في النهاية the police discovered what had not the accident. في النهاية البوليس اكتشف ما سبب الحادثة. rescue يعني أنقذ، excused معناها اعتذر، reasoned معناها اسمها يجادل،
ريزن ويز يعني جدل مع، طبعا ده فعل، لكن كوز معناها سبب. وهنا انا عايز اخدك معايا كده في ثانيه واحده بس عشان اقول لك على فكرتين هنا حلوين. عايز تركز ان كلمه ريزن دي معناها سبب، بنجيب بعدها فور وريزن بيهايند وناخد بعدها اسم او اي ان جي عادي. طب ريزن واي او ريزن ذات وبعدها جمله كامله، او ريزن ونروح جايبين الجمله مباشره، او انك ممكن تقول ريزن ويز بس المعنى اختلف بقى معناها كده زي ارجيو ويز اللي معناهم يجادل مع، يجادل مع. طيب انا عايز اعرف سبب الحادثه، سبب شراء السياره عشان عايزين فعل. اقول لك ذا ريزن فور باينج ذا كار، ذا ريزن فور باينج ذا كار، او ذا ريزن بيهايند باينج ذا كار، او ذا ريزن واي يو بوت ا كار، ذا ريزن ذات يو بوت ا كار. طب دونت ريزن ويز مي، لا تجادل معي. طب كلمه كوز يا مستر، كوز دي معناها سبب كده ناون، وبرده معناها يو سبب كده فاعل، يعني الكلمه دي تيجي اسمه فعل، لكن دي دايما اسم ولو جبناها كفعل كده بقى معناها يجادل معاه. طيب وما تنساش حضرتك ان كوز يعني سبب، سوري اللي معناها يسبب، قلنا قبل كده بتساوي ليد تو اللي معناها يسبب، وبتساوي كمان ريزلت ان اللي معناها يؤدي الى ويسبب، وكمان عندك برينج اباوت، وكان في كلمه كده في قطعه من القطع كان بيقول لك جيف رايز تو. الناس دي كلهم كده معناهم يؤدي الى او يسبب. نيجي بقى كمان على كلمه ريزلت بالمناسبه، عشان الثلاث كلمات دول دايما مربوطين في بعض في حبل واحد. ريزلت كده ديت كاسم كنون بمعنى نتيجه، طيب وكفعل ريزلت بمعنى ينتج عن. بس عايزك تفهم انك لو قلت لي ريزلت فروم يعني ينتج عن، لكن لو انت قلت لي ريزلت ان، ريزلت المكتوب قبل كده فوق اهي، ريزلت ان، اسمع تعالى معايا كده اهي، ريزلت ان اهي اللي معناها يؤدي، يؤدي الى. طيب في واحده كمان بقى اخيره في الحته دي عايز اقولها لك، اللي هي بي ا ريزلت اوف، بي يعني از، يعني مثلا ا ريزلت اوف اللي هو معناها نتيجه لي. This is a result of smoking، الموت نتيجه للتدخين. طيب ارجع كده تاني معلش، احنا في رقم 83. بقول لك a knot is a person who makes and repair and repairs things made of iron، اللي بيصلح وبيصنع اشياء من الحديد، يبقى ده الحداد اللي اسمه blacksmith. طبعا carpenter ده النجار، ميكانيك الميكانيكي، electrician الكهربائي. The robber grabbed the lady's handbag and الولد الحرامي سرق، جذب الشنطه، شد الشنطه و ايه بسرعه، بريك انتو يعني يقتحم، سيت اوف معناها انطلق، سات داون يعني جلس، كوب ويز او كوب اب اللي معناها يساير، بس هي المفروض اسمها كوب ويز من غير اب. طب رول نوت از ا بيرسون رول موديل، مش محتاجين نكملها دي، موديل اللي هي دي، خد بالك مش موديل، لا موديل دي الموديل فيربس والحوار ده، والموديول اللي هو الموديول اللي هو جزء من الكورس يعني، الموديول الاولاني والثاني والثالث. I paid attention to the knot and jotted down. انا مش عارف يعني ايه jotted down بس انت هتستنتجها. هو بيقول لك انا انتبهت للايه؟ وjotted down النقاط الاساسيه عشان اكون مستعد للامتحان. ما دام نقاط اساسيه يعني سجلت النقاط الاساسيه، يبقى انت استمعت للليكتشرر المحاضر. طيب a knot is an expert in the interaction، حد خبير في مجال التفاعلات والماتر الماده والطاقه، يبقى ده حد بيدرس فيزياء طاقه وكده، يبقى السوشيالست اللي هو عالم الاجتماع، ولا اركيولوجيست عالم الاثار، ولا فيزيست العالم الفيزياء، ولا سايكولوجيست عالم النفس، اكيد اللي هي رقم بي عالم الفيزياء. He was able to achieve great success despite the knot he had faced، كان قادرا على تحقيق النجاح برغم الايه التي واجهها، الفاسيلتيز التسهيلات ولا المميزات، والامبيشنز الطموحات، ولا اوبستاكلز العقبات. You must not the bottle before taking the medicine، يجب عليك انك تعمل ايه في الزجاجه قبل ما تاخذ الدواء، شك اللي هي معناها يربط يعني، ولا شك اللي معناها يصدم، ولا ليك اللي معناها يسرب، ولا شيك اللي معناها يرج. يجب عليك ان ترج الزجاجه قبل ان تاخذ الدواء. I am not to my friend for their encouragement، انا لاصدقائي على تشجيعهم. Needful معناها محتاج، careful معناها حريص، harmful معناها ضار، grateful معناها ممتن، انا ممتن لهم على تشجيعهم لي.
our new villa is not by large garden. الفيلا الجديدة بتكون ايه؟ بحديقة واسعة. surrounded اللي معناها محاط، ودي الإجابة طبعا. appeared مش هينفع نقول is appeared لأنها لا تأتي مجهول يا معلم. separated معناها منفصل. disappeared لا تأتي مجهول، فأنا أصلا مش هفكر فيها، مفيش حاجة اسمها is disappeared. يبقى الفيلا محاطة بيه. آخر صفحة معانا معلش. some people believe that not on animals is cruel behavior. بعض الناس يعتقدون أن التجريب على الحيوانات سلوك قاسي. running يعني run يعني يجري، او يجري في الشارع او يجري تجربه مثلا. feeding يعني يطعم. experimenting اجراء التجارب. implementing اللي هو تطبيق. طب ما ناخدهاش ليه؟ ما هو implementing ايه؟ تطبيق النظريات، تطبيق التجارب، في حاجه ناقصه. the manager wants to know the new safety procedures inside the factory. المدير عايز يطبق الاجراءات الامنيه الجديده داخل المصنع. كاري يعني يحمل، عارف لو كاري اوت كنا خدناها. ابير يعني يظهر. افويد يتجنب، بعدها اي ان جي. امبلمنت يطبق، وكان ممكن نستخدم مكانها ابلاي يطبق برضه. ذا نوت سيستم كونسيستس اوف ذا سن اند ذا بلانيتس ذات اوربت. النظام الايه بيشتمل الشمس والكواكب اللي حواليها. اوتر اللي معناها خارجي عكسها انر. جيوثيرمال اللي هي تحت الارض. لونر القمري. طب سولار الشمسي. النظام الشمسي معناه الشمس وما حولها من كواكب. there are extinct volcanoes يعني براكين خاملة أو خامدة. impact creators اللي هو مفاعلات نووية. and lava flows وتدفقات من الحمم البركانية. on the moon على سطح القمر. on the moon surface. top يعني قمة مع الجبل. depth عمق مع البحر. width اتساع مع الشارع مثلا. جاليليو جاليلي was the first not to investigate. مدام قال لك investigate يا عم يبقى ده astronomer عشان هو درس، لكن لو قال لك to travel كنا خدنا astronaut. is a vehicle or a machine that intended to travel. آلة بتسافر للفضاء مش البص ولا الترين. اكيد ده space craft اللي هي مركبة الفضاء. مركبة الفضاء هي اول، هي المركبة او المواصلة اللي بتسافر للفضاء. the room is not we need to paint. محتاجين ندهن كده الحيطان ونغير الاساس عشان الاوضه دي سربرايزنج مدهشة. ولا جلومي كئيبة، اخت كلمة ضل اللي معناها كئيب برضو. وايد واسع وكوايت هادئة، فالغرفة كئيبة نحتاج ان نغير من معالمها. 99 is one of the behaviors that you must stop practicing. تتوقف عن ممارستها. التشاريتي اللي هو الخير. التشيكينج اللي هو الفحص. وتشاتينج الدردشة. لكن التشيتينج الغش، الغش واحد من السلوكيات اللي المفروض تبطلها بقى. We think that the person who won the prize، نعتقد ان الشخص اللي فاز بالجائزة يعتبر غشاش. يبقى is a cheat. على فكرة cheat و cheater معناهم غشاش. spin يعني يحور. bias يعني ينحاز. وتشات الدردشة. The young child is serving a not as a carpenter. الطفل بيخدم في ايه؟ كنجار. membership يعني عضوية. hardship يعني صعوبة. apprenticeship تدريب مهني. وscholarship منحة دراسية. وبما انه بيشتغل نجار يعني مهني، فعشان كده apprenticeship. this not a place is not a suitable for me that I have an allergy especially in spring. انا عندي حساسية خصوصا فصل الربيع، فهذا المكان الايه ليس مناسبا. ايري الذي اللي فيه هواء. ولا ريني الممطر. ولا دستي المترب اللي فيه عفار وتراب. ولا صاني مشمس. عندك حساسية يبقى من التراب، يبقى دستي. not works for an employer بيشتغل عند راجل صاحب الشغلانة لفترة من الزمان. in order to learn عشان يتعلم، يبقى ده المتدرب. amateur ده الهاوي ما بيشتغلش، ده بيلعب كرة ببلاش مثلا. employer ده مدير الشركة. apprentice ده المتدرب الصبي المتدرب. professional المحترف اللي عكسها amateur. طبعا يبقى الابرنتس الصبي اللي بيتدرب بيشتغل في شركة لفترة عشان يتعلم. وعلى فكرة كان اختها التانية اسمها intern تاكل هنا برضو. they not was found وجد انه مذنبا of murder بالقتل بعد trial المحاكمة في الكورت اوف لو في المحكمة القانون. يعني مين اللي اكتشف ان هو مذنب وقتل؟ الكونفكت اللي هو المدان. innocent البريء. كرايم الجريمة. الجادج القاضي. فالكونفكت المدان وجد انه قاتلا. the policeman suspected that. خد بالك بوليسمان دي مفرد، لكن بوليس لوحدها جمع. اشتبه ان الرجل was on a because he was acting strange. هو كان بيتصرف بغرابة، معنى كده ان هو كان on drugs يعني كان ضرب كل، كان شارب مخدرات. crimes الجرائم. duty يعني واجب. و purpose يعني غرض. on purpose معناها عمدا، زي كلمة deliberately عمدا و intentionally عمدا.
نجيب محفوظ was not as one of the most distinguished novelists in Arab world. But in the Arab world, في العالم العربي. انت بتقول نجيب محفوظ كان يعتبر was considered was excluded was appeared was ranked. انا عندي كلمة considered يعتبر ورانك يعتبر، لكن appear مش هتيجي خالص، لان ما ينفعش اجيب appear في المجهول اصلا. exclude يعني يستثنى. عندك يا معلم rank، عايزك تركز كده، ان be ranked، be ranked as، be regarded، be regarded برضو as. طب be considered، الصفة بعدها على طول، او to be، والصفة الاخيرة be thought of as. عايز اقول لك ان ابو تريكة يعتبر افضل لاعب كرة قدم في العالم. بي ابو تريكا از رانكد از ذا بيست بلاير ان ذا وورلد، او از ريجاردد از ذا بيست بلاير ان ذا وورلد، او از كونسيدرد ذا بيست بلاير ان ذا وورلد، او از كونسيدرد تو بي ذا بيست بلاير ان ذا وورلد، او از سوت اوف از ذا بيست بلاير ان ذا وورلد. يعني معنى كده يا بي، ما دام عندك از فحضرتك مش هتفكر في كونسيدرد خالص، هتفكر فقط في كلمه رانكد. ذا ميديا ريجولرلي نوت بيبلز برايفسي، اتس ريلي انويينج. الميديا وسائل الاعلام دايما بتنتهك خصوصيه الناس. فايت يعني ينتهك، بروموت يعني يرقي او يعلن، سبريد يعني ينشر، اتاتشز يعني يعني يرفق او يربط. يبقى هو الميديا بتنتهك الخصوصيه. ذا بوليس نوت ذا تيرورستس ات ا رود بلوك، البوليس عمل ايه في الارهابيين في حته مقفوله في الطريق، اكيد عمل لهم فخ. طيب يعني كتب تيبد، تيب اللي هي الصنبور يعني، لا تيب دي اللي هي الشريط يعني، سجل بشريط، وترابل يعني عمل فخ. فالبوليس عمل لهم فخ في مفترق طرق او في مكان مغلق في الطريق. My brother is going to not in social engineering، اخويا سوف يتخصص في الهندسه الاجتماعيه. طب realize يعني يدرك، specialize يتخصص، emphasize يعني يتعاطف، economize يعني يقتصد يوفر يعني. خلاص هانت يا جدعان، انا عارف انتوا زهقتوا. What is the best not for هيدك، ما هو افضل علاج للصداع؟ كوز يعني سبب، تريتمنت يعني علاج، النس يعني مرض، وسيرجن يعني جراح. ما هو افضل علاج للصداع؟ في 111 هير ويرنج انفنشن ووز اي باي ذا اندلس انكارجمنت اوف هير بيرنتس، بيقول لك ان الاختراع الفائز بتاعها ده لمع يعني او بدا يعني انطلق بسبب التشجيع الغير متناهي من والديها. ابير بره يا معلم عشان ما فيش حاجه اسمها ووز ابير، احنا قلنا ما تجيش مجهول. سباركل يعني يعني يزدهر، بس مش هينفع نجيبها في المجهول، ما نقولش ويل سباركلد. طب سباركلد معناها لمع او ازدهر، بس بتيجي في المجهول. الفرق الاثنين بقى ان دي اشعل فتيله مثلا، المعنى الدقيق بتاعها اشعل فتيله يعني انطلق يعني، يبقى انت تقول ويل سباركلد ما تقولش ويل سباركلد. سباركلد دي ما تجيش مجهول اصلا. ريبليس معناها يستبدل او يحل محل. فالاجابه كده اصبحت رقم سي. You must be careful when having a barbecue. لازم تبقى حريص لما تكون بتاكل حاجة مشوية كده، فراخ مشوية وكده. Just one knot could cause a big fire. لأن واحدة فقط من الشرارات ممكن تعمل حريق، يبقى spark. 113 It was very cold. الدنيا كانت برد في الشتاء. I didn't have a coat. وما كانش معايا جاكيت، معطف. أنا I was وأنا كنت أكيد freezing، متلج. وممكن أقول freezing وممكن أقول freezing cold. الشلر دي أكثر برودة من، دي مش مقارنة. وتريفاينج يعني مرعب، وبتريفايد معناها مرعوب. الارض از ا ميتال تول، اله معدنيه، وذ رف سيرفيس، سطحها خشن. فور شيبنج اور سموزنج ميتال، اكيد دي ايه؟ اكيد الفايل، المبرد اللي بنقطع بنعمل بها بنعمل بها الحديد والقصه دي. طبعا انت عارف ان نايف سكين، سورد السيف، وهامر اللي هو المطرقه. ماي فريند نوت ذا بريزنت اند تايد ات ان ريبن، لفها كده في فيونكا. الريبن دي اللي هي الفيونكا يعني، ودي اللي بيستخدموها البنات عشان يربطوا شعرهم، ريبن التوكه وكده. المهم صديقي عمل ايه في الهدايا ولفها بريبن؟ اكيد غلفها، يبقى رابد. اترابد يعني عمل فخ، ابارد يعني زهره، وتركد يعني خدعه. اخر جملتين 116. We hope the number of new safe roads will not to cut down on road accident everywhere. بقول لك احنا نتمنى ان عدد الطرق الامنه سوف ايه؟ عشان نقلل من حوادث السيارات. راس دي معناها يرتفع. تبريز معناها يرفع. أريز معناها يثير. وأريز معناها يظهر أو ينشأ. إحنا بنتمنى
ان عدد الطرق الامنه سوف يرتفع، يبقى رايز. على فكره رايز دي معناها يرتفع او يزداد، زي ما دي معناها يرفع او يزود. Don't worry, the book you need is not in the school library. لا تقلق، الكتاب الذي تريده بيكون صوب مباع، يعني بتم بيعه يعني، ولا is available يعني متاح، ولا unavailable يعني غير متاح، want معناها is lent يعني يسلف يعني. فالكتاب اللي انت محتاجه متاح في المكتبة، is available. طب ليه ما نقولش صوب؟ ما حضرتك قالك library، هي library هتسلف هتباع لك كتاب؟ لا طبعا اكيد. فاحنا كده خلصنا بفضل اول 117 سؤال. انتظر الفيديو الثاني ان شاء الله رب العالمين غدا ورا بعضينا كده على طول، كل يوم ننزل فيديو. بس طبعا الطبيعي ان انا انزل فيديو واستنى لما تسمع وبعدين انزل فيديو الثاني. فانا عشان ما اعملش الحركه الدنيئه دي، حضرتك لما تسمع فيديو اكتب الكومنت، ولو عندك اي اسئله في دول قول لي السؤال رقم كذا وانا هجاوبك ان شاء الله. ويفضل تكتب السؤال لان انا غالبا بكون بره، فمش هينفع افتح الفيديو الا القناه تتقفل. اكتب لي السؤال وانا هجاوبك عليه واقول لك على كل الاحتمالات اللي ممكنه ليه. الحاجه الثانيه ما تبخلش انك تعرف زمايلك على الفيديوهات. انا طبعا الطلب ده يعني المفروض ان هو اساسي عندك في حياتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.